بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هجريا. جاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1446 أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، سائلين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد. سيادة الرئيس، إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في الزود عن أمن مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها، ونستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم صلابة الإرادة والصمود أمام التحديات والإيمان الراسخ بأن المثابرة والتضحية هما السبيل لتحقيق الأهداف. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء لشعبها العظيم، إنه تعالى على كل شيء قدير. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هجريا. جاء بها: بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1446 هجريا، يسعدني أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني. إننا إذ نستلهم من احتفالنا بتلك الذكرى العطرة الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية ومواصلة التكاتف والتآذر انطلاقا من الإدراك الواعي بقيمة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية، لنتوجه للمولى جل وعلا بخالص الدعاء. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هجريا. جاء بها: بمناسبة قروب حلول العام الهجري الجديد 1446 هجريا، يشرفني أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. ونحن في هيئة الشرطة إذ تمضي عزائمنا تطحر الصعاب وتقهر التحديات لحماية حاضر هذا الوطن وتأمين تاريخه ومستقبله، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنبل لرفعة مصرنا الغالية. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العام الهجري الجديد. جاء بها: بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، يشرفني أن أعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العاطرة التي نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية في مواصلة تحقيق الأمن وترسيخ ركائز الاستقرار على امتداد ربوع البلاد، لنرجو التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني استكمالا للجهود المضنية في مجالات التنمية والبناء ومواجهة التحديات وقهر الصعاب بكل عزم وإصرار. أيضا بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد. جاء بها: يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني. ونحن في ظلال هذه المناسبة المباركة نتوجه للمولى العزيز القدير بخالص الدعاء أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسؤوليات أزهرنا الشريف في نشر صحيح الدين الحنيف، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالأمن والأمان واليمن والخير والبركات، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.
كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهاني وأسمى الأماني، إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة التي نستقي منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص في العطاء لنتوجه للمولى عز وجل أن يجعله عاما هجريا مباركا وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد. حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة درعا قويا لأمتنا وهيأ لها من فضله مزيدا من التقدم والريادة. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب العام الهجري الجديد أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأخلص التهاني وأسمى الأماني، إننا نستوحي من أحداث الهجرة النبوية الشريفة قيم السلام والتعايش والإخاء وتدعونا دوما لمواصلة الترابط والتكاتف والتآذر لنكون جميعا صفا واحدا في سبيل تحقيق أهداف مسيرة العمل الوطني. حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلله بالنجاح والسداد لخطاه، إنه نعم المولى ونعم النصير. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد أن أعرب لفضيلتكم عن أصدق التهاني وأسمى الأماني، وفي هذه المناسبة المباركة نتوجه للمولى عز وجل بخالص الدعاء أن يكلل جهودكم المتواصلة في نشر الوعي بوسطية الدين الحنيف بالتوفيق ودوام السداد، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني، ونحن على أعتاب هذه الأيام المباركة نبتهل للمولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطا ولا تقر تفريطا، وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية وأمتنا العربية والإسلامية. كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء المساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، جاء بها يسرني مع قرب حلول العام الهجري الجديد أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأصدق التهاني وأطيب الأماني. يأتي احتفالنا بهذه المناسبة في كل عام ليرسخ في نفوسنا دلالات كريمة وقيم نبيلة تعلي معاني العطاء والتضحية والفداء والإقبال على العمل الجاد والمثابرة لبلوغ جودة الأداء والإتقان من أجل توطيد ركائز الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسبات شعبنا المصري العظيم مهما بلغت الصعاب أو تعاظمت التحديات. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيدا من الازدهار والتنمية والرخاء، وكل عام وأنتم جميعا بخير.